ايوه عجيب عجيب. الحكومة المغربية تتوب الله على وجه رمضان وغدير لكم 6 حوايج في هذا رمضان. 1 مطيشة 40 ريال، سردين 2 دريال، كروفي 30 ريال كيلو 2.50، بيض بيبي 12 ريال، بيبي 60 ريال، ليسانس والمازوت فابور باش ترجعوا لكم فلوسكم، الحمص مفزق 4 دريال الكاس، قربية لا لا، أزدية لا لا. 2 غنديروا في المغرب كامل موائد الفطور مدعمة من طرف الدولة، اللي بغى يفطر مرحبا به وفابور. واش حنا غنديروا كأس العالم وغتغلبنا نديروا الحريرة لعباد الله؟ وهذه الحريرة الحمضاء. 3 هذا رمضان زيرو وات، زيرو جريمة، زيرو جيعان، زيرو متشرد، زيرو رشوة، زيرو أكسيدة. 4 الشفارة الكبار ديال البلاد غيديروا بوز في هاد شهر الغفران، واش تتشفر وتتصوم؟ يا هادي. 5 شي بنيات ووليدات المغرب محبوسين، هاد الشهر الكريم غيصوموا مع والديهم، راه المغرب هذا القلب الكبير. 6 إلا شي حاجة من هادشي اللي قلت تحققات عكروا ليا.